السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. مرة أخرى معكم عثمان من قناة أو جي سيكريت، أنا وجيهان. أول حاجة غادي نبداو فيها هي كيفاش غادي نجي لدبي. يعني أول حاجة خصك تكون علم قبل ما تجي لدبي، خصك تعرف علاش غادي نجي لدبي. علاش أطرح عليك أسئلة، جاي نخدم ولا جاي زيارة؟ جاي نخدم ما غاديش قدك تقلب على خدمة في شهر واحد، خصك 3 شهور. 3 شهور لابد، شهر واحد غادي تجي غادي تلف الدوخة وهذا وهذا وغادي تجي وغتمشي، لازم لك 3 شهور. تاني حاجة، لما كانش عندك لونجلي بلا ما تصدع راسك وتجي، هذا نصيحة. لما عندكش لونجلي بلا ما تصدع راسك وتجي، حيت لونجلي هي الأساس. هنا تقول لي عندي شويه د لونغلي ولا كا، اوكي عندك شويه د لونغلي تعرف تهضر، المهم هو تفهم وتجاوب الناس، واهم حاجه هو كيفاش تدوز الانترفيو باش تخدم، هذا هو الاساس. انت عندك لونغلي، عندك باك بلس 2 بلس 3 بلس 4، عندك الاجازه، عندك تخصص في شي حاجه، اول حاجه خصك دير هي تشد هذوك الوريقات ديالك وتمشي دير لهم التوثيق. كيفاش التوثيق؟ هي تقاليزيهم في الخارجيه ان هذه الوريقات ديالي طن طن طن. ثالث حاجه هو توجد السيفي يكون زوين، يكون محدد فيه الاساسيات. دير السيفي يعني تحدد فيه حاجه واحده، ماشي تبقى تقول انا خدام في هذا القنت، خدمت في ريستورون، دخلت هنا دخلت هنا دخلت هنا، لا حدد حاجه واحده، هدف واحد. جاي الريستورون غادي دير سي في ديال الريستورون، جاي الاوتيل غادي دير سي في ديال الاوتيل، جاي دوز ماناجمنت ولا دوز في الاي تي غادي دير سي في محترف، يعني محترف محترف. المهم ثاني حاجه، ثالث حاجه خصو يكون عندك مبلغ محترم، مبلغ محترم باش تعيش، تعيش في دبي. يعني ما غاديش تجي غادي تلقى حياة وردية، لا غادي غادي خصك تصرف. اوكي هذا كيفاش تصرف وكيفاش سميتو غادي نخليوه في الجزء الثاني، وغادي نوريكم كيفاش النهار اللي باش تهبط لدبي شنو خصك دير. نمشيو اهم حاجه، اهم حاجه هي الفيزا. كيفاش نلقى الفيزا؟ كيفاش نقلب على الفيزا بلا ما ينصبوا عليا، بلا ما يجي عندك شي واحد يقول لك 11 المليون 20 5 المليون فيزا لا تمشي لدبي هكا، كذوب 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 كذوب. خاصك تلقى الفيزا اللي تكون مضمونه باش تجي فيزيت فيزا. فيزيت فيزا راه حيت كاينين فرق، كاين عمل فيزا يعني تلقى تدبر على خدمة تما كونترا وتجي تلقى، اما الا لقيتي حيت الفيزا تكون فيها عمل ولا زيارة، بس عمل زيارة. الا لقيتي فيها زيارة وقال لك راه بنادم راه تمشي تخدم بها، تتكون مكتوبة عمل. وحاجة واحدة اخرى، ان هذاك باش تكون العمل تيكون الشركه مكلفه بكل شيء، مكلفه لك بالتيكيت ديال الطياره، مكلفه لك بالسكن باش تجي، غادي تلقى لك شي واحد وغادي يديك للسكن ديال العمل، هذه هي الكونترا. اما غادي تجي زياره غادي ما تلقى حتى شي واحد، ولا ما لقيتي حتى شي واحد و عرفتيش كيفاش تمشي اموراتك، كتبقى واحد في المطار تعرف. هذه النقطة مع الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، المهم بزاف النقط. نمشيو أول حاجة نشوفو منين غادي نجيبو الفيزا. اهلا مرحبا بكم. دابا غادي نتوجه للبيسي وغادي نعرفو من غادي نجيبو الفيزا. كاينين غادي نوريكم واحد المقطع ديال واحد
الفيديو ديال واحد الشركة في المغرب مختصة باش الناس تجي من الإمارات لدبي. تتمنى أنكم تشاركوا في القناة ديالنا هي أوجي سيكريت، تبارطاجيو باش الناس تستافد كاع كاملة من هاد الفيديو، ونتمنى أنه يعجبكم هادشي اللي تنقدمو في القناة. أول حاجة غادي نمشيو جرام. كاين واحد فين هو بونس هنا، اوكي هذا هو، هذا خطوط الإماراتية كما تشوفوا. نبداو من الاول باش الناس حجوزات معلومات عن تأشيرة الدخول الى الإمارات العربية المتحدة. بغيت نوريكم كيفاش غتلقاو هذا. اول حاجة غادي نمشيو نحيدو هادشي كاع كامل، حيدو هادشي كاع كامل باش ما نكلفوش الناس. تيجي الويب سايت بحال هكا، هنا دايرين لك داكشي ديال كوفيد، ما عليناش. اول حاجة ما فهمتيش حتى شي لعبة بالانجلي، قاصحة عليك شوية الانجلي، غنمشيو نقلبوها العربية، قلبوها عربية. اوكي احنا قلبناها عربية. كاينين هنا الحجوزات، إدارة الحجوزات، تجربة السفر، شي كاع كامل بالعربية. اوكي احنا غادي نخليو هادشي كاع كامل. اوكي وغادي نحطو هنا قبل السفر الأمتعة، معلومات على تأشيرة الدخول. اوكي اول حاجة قبل ما تسافر خصك تشوف الصحة، حيت الصحة دابا ولا مع هادشي كوفيد خص كل البلاد عندها يعني إجراءات ديالها. ندخلو معلومات تأشيرة الدخول، هاي كيما قلت لكم نصائح حول تأشيرة بخصوص كوفيد. اوكي غادي نهبطو لتحت، تحقق من الطلبات، غادي نمشيو لهنا غنخليو هادشي كامل، وغادي نمشيو لهنا تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، نكليكو عليها معلومات تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة. غناخدو الوقت ديالنا وغادي نقراو هادشي كامل. هادشي ما خاصناش، هادشي الناس اللي مؤهلين انهم دول كندا واليابان وداكشي كامل، دول العالم الاول ايضا عندهم 30 يوم، وكاينين اهلية باش هاد الدول كاع كاملين فهما عندهم 3 شهور يبقاو في الامارات بلا فيزا. اوكي منهم فرنسا، تحية الناس في فرنسا اللي تتبعونا في القناة. اخيرا تنهبطو لتحت، تأشيرة الدخول مسبقة في الإمارات، مسبقة إلى الإمارات. هادو هما الأنواع ديال التأشيرات، نوع التأشيرة 48 ساعة، 96 ساعة، سياحة قصيرة، دخول ديال 30 يوم، هاو الأثمنة ديالها. هادي باش توصل للمطار، بعض المرات تتوصل للمطار وتكون عندك شي طيارة وحدة أخرى ترونزيت لشي بلاصة بعيدة، تقول غادي ندخل واحد 48 ساعة ندخل الإمارات، تدير واحد الفيزا ديال 10 دولار غير قابلة للتمديد، ولا تدير واحد عندك 3 أيام ولا 4 أيام 30 دولار غير قابلة للتمديد. ومن بعد تتمشي لهنا تتقلب على السياحة طويلة المدى، دخول عدة مرات. خصكم تعرفوا أن الدخول مرة واحدة، لا خديتي فيزا ودخلتي مرة واحدة ورجعتي مشيتي شي بلاصة، رجعتي المغرب تيقولوا لك مدة واحدة يعني تدخل بها مرة واحدة. كاين السياحة طويلة المدى 3 شهور، يعني الدخول عدة مرات، يمكن لك انك في 3 شهور تمشي، ما الشهر الاولاني ما لقيتيش ومشيت المغرب عاوتاني بغيتي ترجع عندك هاد المدة. الثمن ديالها هي 460 دولار قابلة للتمديد. وهادو هما الوثائق اللي خصك ديرهم، قراهم وشوفوهم شنو كاين باغين. قابل هذا الشيء ديال افغانستان والعراق، هذه الدول اللي عندهم مشاكل مع هذا. تنهبطوا لتحت، تنزيل استمارة طلب تأشيرات مسبقة، يعني تنزلوا هذا التأشيرة، هذه هي التأشيرة. تنقرا هذا الشيء، خصنا نعمرو كما قلت لكم هنا، ديري لي ديتاي كل شيء. صافي عمرنا هادشي، صافي التأشيرة، نرجعو للسيت تنعمرو داكشي. سوري هنا بطل تحت،
هذا ديال الكفيلة، واحد تكفل شي واحد ولا كان شريك شركات وداكشي. وهنا كاين الكونتاكت ديالهم، هذا من الناس يخدموا حتى لشي يخدموا، بغيتي تكونكت معاهم. هذه التأشيرة اللي بغيتي ديرها من الخطوط الإماراتية، فاهمين؟ نمشيو الشركة اللي كاينة في المغرب، وهي مختصة باش تدير لكم فيزا في الإمارات. كما تشوفوا هذه شركة متخصصة في داكشي ديال الفيزا ديال الإمارات، هي موجودة في كازا. أوريكم مقطع نسول شنو يقول. احنا مركز للتأشيرات الإلكترونية الحصري والأول في المغرب وشمال إفريقيا، اللي تنقدموا خدمات ديال الفيزا بالنسبة للإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين هنا في المغرب. اللي تنقدموا لهم هو هذه الخدمة اللي تتكون سريعة و بالتوقيت اللي تيكون سريع، بان كاينين الناس اللي تيبغيو يسافروا في وقت وجيز، تيقول لك انا بغيت نسافر كرجال اعمال او كناس اللي هما اللي تيبغيو يتوجهوا الى الامارات العربيه المتحده او البحرين، اللي تيكونوا على اوجه السرعه باش ينجزوا الفيزا ديالهم. ولكن تيلقاو عراقيل، تيلقاو بعض العراقيل في التوقيت او في الوثائق او في هذا. احنا الحمد لله درنا هاد المركز هذا اللي تنسهلوا هاد المأمورية، اللي هي تتكون في ظروف في الظرف 24 ساعة 48 ساعة استخراج الفيزا ديال الإمارات العربية المتحدة، وثمن اللي هو رمزي واللي ثمن اللي هو معقول، واللي تنتجوا عليه فاتورة، تنتجوا عليه كما تيقولوا تيفيا، اللي تتكون رسوم. يعني تنقول لك بحال هاد الناس هادو تيديروا مشاريع ديالهم، يعني الله يسهل عليهم باش يسهلوا الناس، لا تعطي فلوسك تعرف فين عطي فلوسك. يعني شركة حتى لا ما عطاوكش الفيزا ولا كا، راه شركة ماشي واحد عطيتيه فلوسك وما بقيتيش تشوف تشوفه. وماشي بحال شي ناس اللي هما اللي تيدعيو بانهم تيديروا فيزات في الخفاء وما ما عندهم حتى شي مصدر. بالنسبه للفيزا ديال الامارات العربيه المتحده اللي تتستغرق 30 يوم لسفره واحده او دخله واحده للامارات المتحده، واللي تتكون المده ديالها ديال الفيزا اللي تتكون المده ديالها الصلاحيه ديالها 60 يوم، وتتكون بالنسبه للاشخاص تتكون ب 2000 درهم. اي شخص او اي شخص لرجال اعمال او فتيات او متزوجات او ناس اللي عاديين اللي باغيين يجيو ياخذوا الفيزا تيجيو ياخذوها معنا بثمن اللي هو عادي للجميع وللعموم. ما عندناش حنا تنفرقوا بين شخص او شخص. بغيت نقول لكم هذا راه ماشي اشهار ولا شي حاجه، ولكن هذا الفيديو لقيته فيه معلومات مزيانه، قلت انني بارطاجي معكم. كاينين الناس اللي تفرقوا بان امراه غير متزوجه او عندها اقل من 30 سنه تيحسبوا عليها ثمن اللي هو باهظ باش يحاولوا ياثروا عليها بان هذاك الفيزا راه ما عندهاش الحق تاخذها، وحنا راه غنجيبوها لك وحنا غنديروا لك التدخلات ديالنا باش غنجيبوا لك هذه الفيزا. ولكن هذا هو كيف تيقولوا خرق القانون وتينصبوا على الناس الله يهديهم، هذا هو اللي كاين. حنا الحمد لله كما قلت لكم كما تنصبوا الناس هكا وهذا، والشركه هذه المهم تلقى راسك انك مضمونه. المشكل ديال هذا الشخص هذا تنعطيو ما قالش قلم العنوان اللي نقلب عليه، ما قالش العنوان. اول مركز في المغرب اللي هو اللي تيخدم في الغادي الفيزا ديال الامارات العربيه المتحده والفيزا ديال مملكه البحرين. احنا عندنا المركز الوحيد اللي كان عندنا هو في الدار البيضاء، او يقول العنوان عندنا في الدار البيضاء بوربر، هو غادي يقول العنوان واي واحد هندس له دعايه بس خصو يخدم، خصو يخدم. لكن معقول خصو يخدم، انا تنقولها رشيدي مجمع لينا الطبق الاول.
احنا متواجدين تقريبا هذه 4 سنوات في السوق، والحمد لله تنتعاملوا مع الوكالة الأصفار، تقريبا جل وكالة الأصفار اللي كان في المغرب. هذا ما كان هادشي اللي بغيت نوصل لكم، كاين شركات وكاينين الخطوط. كيف شفتوا انت ديال التاشيره؟ حنا خدينا التاشيره، مثلا حنا خدينا التاشيره، التاشيره في يدينا. اول حاجه الوثائق راه تيقول لكم باش دير تاشيره خصك تريزيرفي اكيد الطياره. كان جوج وسائل انك تجي الامارات، كاين الطياره ديريكت والطياره ترانزيت. الطياره ديريكت مثلا الخطوط الاماراتيه تجيبك من الدار البيضاء او تتحطك في دبي. الخطوط ابو ظبي يعني الاتحاد تتحطك من دبي قبل من كازابلانكا للدار البيضاء. كاين عاوتاني خطوط ثانيه، كاين واحد جوج سيكتورات، كاين سيكتور ديال ابو ظبي كاين في الرباط حتى هو، تيكونوا قال الجمعه والسبت ما متاكدش، ولكن الجمعه والاربعاء وقيلا بحال هكا تيكون من الرباط لابو ظبي. وكاين واحد الخط ديال الخطوط العربيه، هذا التكلفه ديالو رخيصه، ولكن عندك ترانزيت في تركيا، غتمشي من دبي من كازابلانكا لتركيا اسطنبول، اسطنبول الشارقه ماشي دبي الشارقه، نزل في الخطوط العربيه. هذا ما كانوا في طيارات واحد اخرين من، ولكن انا تنفضل ترانزيت، فيه مشاكل، فيه مشاكل بزاف 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 بزاف، فيه الشنط خصك تحول الشنط ولا حولتي الشركه، المهم مشاكل بزاف. احسن حاجه هي تاخذ نيشان الطياره الاماراتيه. بغيتي تشوفوا شحال الاثمنه ديال الطياره الاماراتيه من دبي من كازابلانكا لدبي، غادي نشوفوا. حيت واحد الحاجه كما تنقول لكم التذاكر تتبدل من موسم لموسم، حيت التذكره ديال الصيف ماشي هي التذكره ديال الشتاء، والتذكره ديال راس العام ماشي هي التذكره ديال شهر واحد وشهر جوج، وهكذا تتبدل. غادي نشوفوا اليوم شحال التذكره ديال الامارات. كما تشوفوا غادي نمشيو نديروا بحال غادي نحجزوا رحله، جدول الرحلات، نقلبوا على جدول الرحلات، جدول اوكي شي شي كامل هنا جدول الرحلات. اوكي حنا بغينا نمشيو من سي ام ان كازابلانكا، هي سي ام ان الدار البيضاء كازابلانكا، وصلوا لدبي. دبي دي اكس بي، دي اكس بي دبي. اوكي مثلا بغينا واحد تلقى فيزا تا 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 تا، نديرو شهر واحد. وخصكم تعرفوا ان كل ما حجزتي تذكرة بكري كل ما كانت رخيصة، هذه معلومات. نشوفو من بعدو شوية، نشوفو بنادم بغا يجي افريل، لو برومي افريل، برومي افريل تاع لو 30 افريل. ولكن احسن حاجة ننصحكم ديما للناس في هذه بسيكو، بنادم اما تختار واحد اما تختار 15، فهمتين؟ اما تختار واحد اما تختار، حنا ما نختارش واحد، حنا نشوف اولى ما تختارش الويكند، الويكند ما تختاروش. مثلا نختار انا بغيت نمشي في نهار 12 ونجي في افريل، نجي حتى ل 31، 12 ل 12 مثلا، انا درت 12 اوكي شهر البحث عن الرحله. شوفوا واش كاينه، حيت ديجا المغرب سد. اوكي كاينه، كانت طيارة من مطار محمد الخامس. كاينين جوج طيارات كما تشوفوا هنا، جوج طيارات، طيارة الوحدة مع الوحدة، وحدة مع السبعة العشية، جوج رحلات. نشوفوا حنا بغينا نشوفوا الثمن. اوكي نيفو التلات، مراجعة رحلة الذهاب والعودة. اوكي العودة، لا طيارة وحدة دي تحقق من اسعار متوفرة. اوكي شوفوا الثمن ديالها شحال، باش تكونوا على علم شحال غادي تقام عليك. دابا الا كنتي مثلا عندك مشيتي لهذيك الشركه حطيتي 2000 دولار 2000 درهم ياك،
هنا شحال خاصك؟ الأقل، أقل سعر، هذا هو أقل سعر، 3027. من شو ما عارفش واش هادي السعر ديال الإماراتية ولا السعر ديال أوكي. خطوط السعر الأدنى لجميع المسافرين 6000 درهم مغربية، شو 6000 درهم. الذهاب إلى البيضاء إلى دبي، هذه هي والوي، والوي سكند وي، يعني ولكن المجموع هي 6000. اوكي مثلا نختاروا هنا الدرجة السياحية، او عطاك الدرجة السياحية، حيت الدرجة السياحية تقسموها هانت تحديد 3000 كاين 6000 بلاص. وهذه رجال الأعمال، حنا نديرو أصغر حاجة الرجوع، ونديرو أصغر حاجة هنا، درنا هادي درنا هادي، نديرو متابعة المصاب. كيف هي الشيء كما تشوفوا 6000 درهم بلاس، اللي شدينا خدينا 6000 درهم بلاس 2000 درهم ديال هي شحال 8000 درهم التيكيت و الفيزا. قلت هاد الفيزا تجلس شهر، اما 3 شهور غادي تكون شي 3000 4000 درهم. هذا مكان، ها انتم شفتوا شحال التيكيت دايره. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، لا بقيت تنهضر تنهضر تنهضر، غتولي ساعة ساعتين ثلاثة سوايع. أهم حاجة هو الزبدة، يعني ما قل ودل. تنتمنى أنكم ديروا سبسكرايب وديروا بارتاج الفيديو مع أصحابكم باش تعم الإفادة، ونحاولوا نكونوا يد وحدة باش نعاونوا الشباب كما تحنا لقينا الناس اللي يعاونونا ودعمونا. شكرا بزاف، وإلى الجزء التالي.